كيف نعمل الشكشوكة على أصولها؟ بنوضع قليل من الزيت وبنوضع بصل وبنوضع الفلفل الأخضر بندبلهم، بعدين بنوضع الثوم وبنوضع نص حبة طماطم وبنوضع معلقتين معجون الطماطم، قليل من الفلفل الأسود والملح، وبنوضع نصف كوب ماء تقريبا. بنغلق الوعاء 5 دقائق، بعد 5 دقائق بنوضع حفرة وبنوضع البيض وبنغلقها أيضا 5 دقائق، الحرارة تكون متوسطة. وهيك بنقدمها. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.